مشاركتي في الحوار الأطلسي بتأتي ممثلا عن جامعة الدول العربية، باعتبار أن جامعة الدول العربية مهتمة للغاية بهذا الحوار الأطلسي وبالمبادرة الخاصة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في هذا الشأن، باعتبار أن جامعة الدول العربية بتقوم على تعزيز الشراكات المختلفة مع كافة المجموعات والتجمعات الإقليمية، سواء كان اقتصادية سياسية اجتماعية أمنية وغيرها، تحقيقا لصالح الشعوب العربية وتحقيقا لرفاهية الشعوب العربية. المبادرة مبادرة ممتازة، وإحنا بنعمل على توفيق الآراء ما بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومعظمها دول أفريقية، 12 دولة منهم دولة أفريقية، بالإضافة إلى توفيق الأوضاع مع باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من ناحية تانية، بحكم علاقتنا المتميزة كجامعة عربية مع الاتحاد الأفريقي، ومن ناحية تالتة مع الدول الأعضاء في أمريكا اللاتينية في الضفة الأخرى من الأطلنطي، وبحيث أنه نقدر نخلق إطار للتعاون، إطار متكامل يغطي كافة الجوانب الضرورية التي تصلح في عالم اليوم. عالم اليوم يموج بالتيارات الجيوسياسية، احنا كلنا شايفين التضارب في المواقف ما بين الشرق والغرب، وشايفين تأثيرات ذلك في حرب روسيا أوكرانيا، شايفين تأثيرات ذلك في الهجمات الإسرائيلية على فلسطين، وشايفين تأثيرات ذلك في ضعف قدرة الأمم المتحدة على القيام بدورها في هذه المرحلة، وشايفين ان احنا بتحالفاتنا الذاتية ما بين دولنا ممكن ان احنا نحقق مصالحنا الإقليمية وندافع عن حقوقنا ونعزز من مواقفنا في الساحة الدولية، وهو ده أساس المبادرة المغربية، وهو ده عشان كده جامعة الدول العربية بتدعم هذه المبادرة المغربية. المغرب بطبعه قيادي وبموقعه الجغرافي وبموقعه الاستراتيجي سيكون له وضع متميز فيما يتعلق، باعتبار أنه هو محور رأس الحربة كما نقول في التعاون والتعامل مع هذا المحور، ويعني بنأمل أن يكون كل أعضاء هذا المحور أيضا لهم أدوار متدرجة، وكل واحد له عنده نقاط امتياز يستطيع أنه هو يستخدمها لتعزيز قدرتنا على إنجاح هذا التحالف ووضعنا في موضع قوة يتيح لنا تنفيذ ما نريد تنفيذه دون اللجوء إلى القوى الكبرى. لابد أن نخرج من تحت عباءة القوى الكبرى وأن يكون لنا قوتنا الذاتية كدول نامية وكدول من دول الجنوب، لها صلاحياتها ولها إمكانياتها وعندها قدراتها تقدر تستغلها، تقدر تحقق بها كل أمانيها وكل أماني شعوبها.